امين يعني بقراراتك مع ابنائك الله يخلي لك اياهم تعتمد على عقلك ولا على عاطفتك بشكل عام؟ والله حسب الاشي، يعني في اشياء بدها عقل وفي اشياء بدها عاطفه. زي شو يعني مثلا الدراسه اكيد بدها عقل، مثلا جاء على بالهم يعني ياكلوا بوظه والدنيا شوب عادي، وانا متجاع على بالي بجيب لهم بوظه عادي، مش عارف اضرب امثله مضبوط بس هيك. ان شاء الله لما تكبر بنتك الله يحفظ لك اياها وبدها تفوت جامعه حابه تدرس مثلا هندسه، وانت بتحكي لي والله معدلها بجيب طب وحرام تفوت هندسه، شو الخيار بتخلي لك ولا لها؟ بس انا بحكي لها رايي، وبالتاكيد هي بهذاك العمر بتكون يعني قادره تميز الصواب والخطا. يعني عقلي عاطفه وينها؟ يعني العاطفه ما بتنفعهم. طب كيف تتعامل معهم بالنسبه لموضوع عقلك؟ يعني ممكن اعطيهم خيارات بس بالاخر القرار بيكون لي انا وابوهم. تستعملوا معهم اسلوب انك تنميهم فكريا، انه مثلا تخليهم يفكروا بالقرار، واخر شيء مو مثلا بتشوفي مصلحتهم انت بتمشيه مثلا. اكيد بيكون قرار بيني وبين ابوهم، نعطيهم خيار بالاخر. بتستعمل عقلك ولا عاطفتك باتخاذ القرار مع اولادك بشكل عام؟ اكيد مع الاولاد عاطفه اكثر. العاطفة أكثر من الأولاد. طيب ليش يعني؟ من أي ناحية؟ من ناحية يعني حرص الأب على أولاده، ما بهون له فيهم، بس إذا شفت الوضع مثلاً تمادى لا بدك تتحكم العكس. يعني في أحيان القرارات يعني الولد بيكون مثلاً بده شغل، أنت عارف إنه مش وقتها مثلاً، أو البجت معك كمصاري بالضبط، فبتضطر يعني تحكم عقلك معه. نعم بالضبط، يعني العقل والعاطفة كل شيء له وقته. شو رأيك لو تخلي الولد يصير هو ياخذ القرار بالتشارك معك؟ هسه الولد اكيد بده ياخذ فرصته، شوف اذا نشوف وضعه، انت شوف اذا يعني اذا انه مثلا كيف بيحكم عقله مزبوط، مثلا بيعرف انه شو بيتصرف، بيعرف يتصرف مثلا هذا غلط هذا صح، ساعتها يعني بتبلش تامن عليه تدريجي درجه درجه، وتشاركه تشوف مثلا ليش اخترت هيك، ليش حكيت هيك، ليش هيك، زي هيك تقريبا. شو رايك بالموضوع يا سيد؟ سيد العزيز يعني انا كوجهه نظري انه في مواقف بدك تحكم العاطفه، في مواقف بدك تحكم العقل حسب الموقف. يعني طبعا انت سالت شغل انه الطفل او الولد انه يتشارك، صحيح يعني هسه مثلا طفلي بده يطلع رحله بده كذا، الان هو رايه وانا بكمل له اياه، هو ببلش وانا بكمل له كخبرتي في الحياه وكوجهه نظري. لا بالعقل وبالعاطفه طبعا. كيف احكي لنا؟ يعني اخطا شيء يعني هو ولد بتعامل معه بالفهم بالمعامله الحسنه معه، مش اني بقى اجي اضربه واقتله، بالمعامله الحسنه ان شاء الله يعني باذن الله. ان شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك؟ عبد الرحمن. كيف بابا معك؟ كويس الحمد لله، الله يديمه ويحفظه. امين. طيب حبيبي احكي لي كيف انت وبابا في البيت؟ بتجي بتحكي له بابا بدي كذا، بيجي بيحكي لك لا هسه ما بصير، هسه ما بصير، المره الجايه. طلبت منه مره هذا قبل سنه، طلبت منه بسكليت، قال لي ان شاء الله بجيب لك اياه لما اطلع على عمان بجيب لك اياه، وجاب لي اياه. باتخاذ القرار تستعمل عقلك ولا العاطفه معهم مع ابنائك يعني؟ لا بالعقل طبعا. بالعقل والعاطفه زيرو، ما في ولا مشاعر ولا اي عاطفه، بالعقل عشان بكون بفهم ان شاء الله. ان شاء الله. لا ان شاء الله بيطلع يفهم زي ابوه. الله يسعدك. بس لا القصه وين؟ يعني الولد مرات يكون بده احتياج معين، قرار معين، انت ممكن تعطيه فرصه يشاركه وتشاركه بالقرار، ولا كله على العاطفه؟ اوكي بابا يلا، بابا يلا، مش عارف. لا مش كله طبعا، مش كل شيء حوافق له على اي شيء طبعا، في ليمت، في حد معين اني اسمح له يعمل اللي بده اياه. فرصه للعاطفه وفرصه للعقل حسب الموقف، يعني في مواقف لا لازم استعمل عقلي، يعني مو كل دائما العاطفه، يعني في اشياء صحيح دائما الام عاطفتها اكثر من الاب، بس لا في اشياء لازم بالعقل، يعني مو كل شيء لازم نرخي له للاولاد، يعني في اشياء لا. ممكن تعطيهم فرصه انك تشاركيهم ويشاركوك بالاراء مثلا؟ طبعا الولد يحكي، تخلي الولد عنده شخصيه. ولا طبعا ليش انا امهم، لازم يستشيروني بكل شيء، لازم انا لازم انا ارشدهم على الطريق الصحيح. اذا في كثير يعني بنشوف في كثير اهل لا ما بسمحوا لاولادهم يعني، او ما بعطوا، ما بيكونوا فاضيين لهم انه يجوا اولادهم يحكوا لهم، لا هذا الشيء غلط. لا طبعا. تتعامل معهم بالعاطفه ولا بالعقل مع ابنائك باتخاذ القرارات بالمشاركه بالامور هاي؟ الثنتين بالعاطفه وبالعقل يعني. كيف متى هاي ومتى هاي؟ يعني حسب عندي الاطفال انا في شوي عنيد يعني شوي، فبتعامل معه بالعقل مرات يعني، ومرات يعني بلاقي يعني بحزن عليه بتعامل معه بالعاطفه يعني. يعني الطفل قد ما يكون عنيد بظل طفل يعني، بدك تسايره. العاطفه اكبر، العاطفه اكبر. شوف مثلا عناد الاطفال نوعا ما، بتحكي ابنك الله يخلي لك انا نوعا ما شوي عنيد يعني،
هذا الحكي بالمستقبل بقوي شخصيته، بخليه متعصب لرأيه، يعني بيكون صعب أن يكون ديمقراطي بالتعامل مع المجتمع، مع الأمور، مع أهله، مع خطيبته لما يخطب إن شاء الله ويكبر يفرحك فيه. والله شوف احنا زي ما بقولوها تركينا للزمن، يعني بتعرف ايش بكره لما يكبر شو يصير. يعني انت كنت عنيد وانت صغير؟ لا انا هادي 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 ومساير اهلك وكل يعني شيء هادي هادي، بس احنا يعني شوف عنيد، انا احنا متغربين من السعودية فبالغرب شوي، يعني فيش حد عنده فتلاقيه عنيد فبربي كل رغباته والعاطفتاته، يعني فهذا الاشي شغالين على العاطفة اغلب اشي، يعني بدها مساير هالدنيا. ايوه بدها مساير.